جنازة الفنان المصري الكبير حسن يوسف وسط بكاء وانهيار زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي وبكاء وانهيار طليقته الفنانة لبلبة. شيعت جنازة الفنان القدير حسن يوسف منذ قليل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والذي فارق الحياة صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 90 عاما. جاء في مقدمة الحضور بجنازة الفنان حسن يوسف عدد من نجوم الفن، أبرزهم زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة لبلبة، طليقة الفنان الراحل حسن يوسف، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة شهيرة التي انهارت من البكاء، والفنانة شريهان، والفنانة مرفت أمين، والفنان سامح الصريعطي وآخرون. وتداول عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة المعتزلة شمس البارودي من جنازة زوجها الفنان حسن يوسف، والذي فارق عالمنا اليوم عن عمر ناهز 90 عاما. وظهرت شمس البارودي في جنازة حسن يوسف وهي تبكي في آخر لحظات الوداع لرفيق العمر وحب حياتها، وملامح الحزن تسيطر عليها. شاركت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي في جنازة زوجها الراحل الفنان حسن يوسف بعد أن رافقت جثمانه في لحظاته الأخيرة قبل أداء صلاة الجنازة بعد عصر الثلاثاء. وعبرت الفنانة شمس البارودي زوجة الراحل حسن يوسف عن صدمتها العميقة بفقدان رفيق حياتها، إذ جاء رحيله بعد عام واحد من وفاة نجلهما عبد الله غرقا في الساحل الشمالي، ما زاد من ألم قلبها الذي لم يهدى بعد. وقالت شمس في أول تعليق لها عن حزنها الشديد: مش قادرة أتكلم، حبيبي راح لحبيبه عبد الله وذهب إلى رب كريم وحنون، كان أكرم وأحن الرجال على وجه الأرض، ربنا يرحمه ويصبرنا. وتحدثت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن الشهور الأخيرة من حياة زوجها الراحل، موضحة كيف أثر رحيل نجلهما عبد الله على نفسية حسن يوسف، وقالت: بعد وفاة ابننا عبد الله أصبح حسن خائفا أكثر علينا وعلى أبنائه، كان يحب أن نجتمع حوله بعدما عرف الموت طريقه إلى بيتنا، ونظرته للحياة تغيرت تماما. وأضافت شمس: رغم إيمانه العميق بالله إلا أن خبر رحيل عبد الله كان صادما جدا، فهو كان يحب أبنائه وكان مرتبطا بهم بشدة، خاصة وإنه كان أصغرهم. وأوضحت شمس أن عبد الله لم يكن يسبح بعيدا عن الشاطئ، لكن إرادة الله نفذت. وأكدت شمس أن حسن كان أبا حنونا ومتفهما، مشيرة إلى أن قرار اعتزالها الفن لم يعارضه، رغم إنهما كانا يستعدان للعمل على فيلم جديد، وقاموا بشراء ملابس جديدة من الخارج، ولكن حدثت مفاجأة غيرت كل الترتيبات لتكون سببا في اعتزالها الفن. وحرصت الفنانة لبلبة على وداع زوجها السابق الفنان حسن يوسف بعدما رحل عن عالمنا اليوم. وظهرت لبلبة في الجنازة التي أقيمت اليوم منهارة بشدة وتبكي وتقول: ربنا يرحمك يا حنين، هتوحشني يا حسن. وتوافد عدد من الفنانين بينهم الفنانة شهيرة والفنانة مرفت أمين والفنان إيهاب فهمي والفنان أيمن عزب والفنانة نسرين أمين والفنان محمد فؤاد لحضور جنازة الفنان الراحل حسن يوسف في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث أدوا صلاة الجنازة ترحما على روحه قبل دفنه في مقابر طريق الواحات بمنطقة السادس من أكتوبر.
وانتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل حسن يوسف والتي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث توجهت جثمان برفقة الفنانة شمس البارودي والفنانة لبلبة ونجل الراحل الفنان عمر حسن يوسف ليواري الثري في المقابر بطريق الواحات. حالة من الحزن سيطرت على نجوم الوسط الفني خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم إعلان خبر رحيل الفنان حسن يوسف، وحرص العديد منهم على نعيه وتقديم العزاء للأسرة من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي لقاء سابق أوصى الفنان حسن يوسف بأن تنقش نفس الآيات القرآنية الموجودة على قبر الشيخ محمد متولي الشعراوي على قبره، وهذه الآيات هي قول الله تعالى في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهو الأمر الذي يعبر عن علاقة روحية عميقة بين الفنان والشخصية التي أبدع في تجسيدها. توفي الفنان المصري الكبير حسن يوسف أحد أبرز نجوم السينما والدراما المصرية عن عمر يناهز 90 عاما، وأعلن شقيقه محمد يوسف الخبر المفجع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، الرجاء الدعاء له. ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى الفنان حسن يوسف والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم. وقالت النقابة في نعيها: تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفي الفنان القدير حسن يوسف بعد صراخات متعددة بجانب شرفة غرفته ظهر اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر عام 2024 بالقاهرة، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية فاجأته في منزله. وعمل ابنه الفنان عمر يوسف الذي عاش مع والده الساعات الأخيرة في حياته، وذلك عندما تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته يقترب من شرفة الشقة ويضرب بيديه ويصرخ عاليا مرددا: يا رب. ولكن بعد محاولات كثيرة من ابنه عمر لإنقاذه فشل عمر في إحضار عربات الإسعاف، فلم يجد مفر غير النزول من البيت والبحث عن طبيب، فعاد وجده جثة هامدة قد فارق الحياة عن عمر ناهز 90 عاما. وقال عمر حسن يوسف من خلال موقع فيسبوك: بقلوب راضية بقضاء الله وقدره أنعي ببالغ الآلام وفاة والدي وحبيبي الفنان حسن يوسف، الرجاء قراءة الفاتحة والدعاء لوالدي بالرحمة. وفي هذا السياق كشف مصدر مقرب من الفنان الراحل حسن يوسف تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاته، والذي أكد على أنه كان يعيش حالة من الحزن بسبب فراق نجله الذي توفي غرقا بالساحل الشمالي. وقال المصدر أن الراحل حسن يوسف لم يشكو من شيء محدد قبل وفاته، موضحا أنه استمر فترة طويلة يعيش في غرفته ولم يستوعب وفاة نجله، وهو ما كانت تحاول أسرته دائما أن تخرجه من حالة الحزن الشديد التي كانت تسيطر عليه.
يعد حسن يوسف الذي ولد في 14 سبتمبر عام 1943 واحدا من الأسماء اللامعة في تاريخ الفن المصري، حيث قدم مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في قلوب محبيه، أبرزها المسلسل الشهير ليالي الحلمية ومسلسل إمام الدعاة الذي يتناول قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي. وإلى جانب تقديمه العديد من الأدوار الناجحة في السينما والتلفزيون، برز بشكل خاص في الأعمال الدينية والاجتماعية، وقد عرف الفنان الراحل بتنوع أدواره، حيث كانت له العديد من المشاركات المميزة في مسلسلات مثل أبو حديد والمال والبنون، بالإضافة إلى العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا في فترة السبعينيات والثمانينيات. واشتهر الفنان الراحل حسن يوسف في الستينيات بأدوار الولد الشقي، ما جعله واحدا من الوجوه المألوفة في السينما المصرية. أما في السبعينيات فقد اتجه إلى الإخراج، حيث أخرج عدة أفلام مثل الجبان والحب، والذي واجه اعتراضات من رقابة المصنفات الفنية، وشارك في معظم هذه الأعمال زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، ما أضفى بعدا شخصيا على مسيرته الفنية. تغيرت مسيرة الفنان الراحل حسن يوسف الفنية بشكل كبير بعد وفاة نجله غرقا عام 2023، إذ قرر اعتزال الفن بعد الحادث الأليم. وأعلنت زوجته شمس البارودي في بداية هذا العام اعتزاله الفن نهائيا، وقراره بالتفرغ للعبادة وصلة الرحم، مما يعكس مدى تأثره بالفقد الذي عاشه. ليرحل عن عالمنا الفنان المصري الكبير حسن يوسف، أحد أعلام السينما والدراما، عن عمر يناهز 90 عاما، تاركا إرثا فنيا يمتد عبر عقود من الزمن. فمن خلال موهبته الفذة وأدواره المتنوعة، استطاع أن يترك بصمة عميقة في قلوب محبيه. اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 90 عاما، تطوى صفحة من تاريخ الفن المصري، تصدر فيها الراحل مدرسة السهل الممتنع في الأداء التمثيلي، الممتزج بخفة ظل مصرية وقدرة لافتة على النفاذ إلى القلوب بأقل عدد من المشاهد. لم تخلى الحياة المديدة للراحل من العديد من المفارقات، منها اعتزاله الفن مرتين. الأولى كانت في الثمانينيات من القرن الماضي، حين تأثر فيما يبدو بالأفكار السائدة إنذاك، والتي كانت تجعل من الفن مناقضا للروحانيات ويصدم بالأخلاق الحسنة. وسرعان ما عاد حسن يوسف إلى تقديم عدد من الأعمال ذات المضمون الجاد والتاريخي، مثل مسلسل إمام الدعاء ومسلسل العارف بالله والإمام النسائي، بعد تاريخ حافل من الأفلام التي قدمها في الستينيات، وتراوحت بين القضايا الاجتماعية والوطنية من جانب، وبين الكوميديا الخفيفة والرومانسية من جانب آخر. وأكد الفنان الراحل حسن يوسف مرارا إنه لم يتورط في تحريم الفن أو القول بحرمانية التمثيل، سواء هو أو زوجته الفنانة شمس البارودي، مشيرا إلى أنه سأل ذات مرة الداعية الشهير الإمام محمد متولي الشعراوي عن كيفية الحكم على تجربته كممثل، وأجابه الشعراوي بأن الفن عموما مجرد قالب أو وعاء، وبالتالي ليس جيدا أو سيئا في حد ذاته، وإنما العبرة بنوعية المحتوى الذي يحمله العمل الفني. وكانت المرة الثانية التي اعتزل فيها الفنان الراحل حسن يوسف الفن منذ أكثر من عام، حين قرر الابتعاد عن الساحة الفنية نهائيا بعد وفاة نجله عبد الله غرقا
في الساحل الشمالي، مؤكدا أن الوجع الذي بداخله نتيجة فقدانه لنجله يجعله غير قادر على تجسيد أدوار كما اعتاد أن يشاهده الجمهور. وسبق أن اعترف الفنان حسن يوسف بندمه على تقديم أعمال وصفها بالرقيقة، منها فيلم ثورة البنات مع الفنانة الراحلة نادية لطفي إنتاج عام 1964، والذي يحكي قصة أرملة لديها ثلاثة فتيات تنصحهن عمتهن بالذهاب إلى الخاطبة للبحث عن عرسان لهن، فيرفضن هذا الأسلوب ويؤسسن جمعية تدعو إلى إعطاء المرأة حق اختيار شريك حياتها بدلا من الرجل. ولد حسن يوسف في 14 إبريل عام 1934، وشارك في عدد من الأفلام التي تعد من عيون السينما المصرية، من بينها الخطايا مع الفنان عبد الحليم حافظ، وفي بيتنا رجل مع الفنان عمر الشريف، والباب المفتوح مع الفنانة فاتن حمامة، وأم العروسة مع الفنانة تحية كاريوكا، وأنا حرة مع الفنانة لبنى عبد العزيز، كما قدم عددا من المسلسلات هي الأشهر في تاريخ الدراما المصرية، مثل ليالي الحلمية وزينب والعرش وإمام الدعاء ومحمد رسول الله وزهرة وزوجها الخمسة